سوى المشروع مشان الكل يشتغل فيه. احنا دائما معها، انا واولادي كلنا معها والعيله معها. المشروع هذا لمنا كلنا يعني. يعني احنا دائما منتبهين انه هي قديش بتكون مبسوطه في المطبخ، مبسوطه بالشغل، قديش بتاخذ بالها من التفاصيل الدقيقه. هذا عالمي اللي قدرت انا احقق نجاحاتي فيه وبنيت مستقبل اولادي منه، وعلشان هيك اولادي دائما داعمين لي في كل مواقفهم. حتى المطعم اللي كنت انا بدي افتحه واقترحت عليهم اسم جديد رفضوا اولادي الا لازم باسم ام سامر يكون المطعم. علمتنا كثير اشياء، وسواء بالبيت ولا بالشغل كنا دائما حواليها، بتعلمنا اشياء جديده، وانا يعني انا فخور جدا بامي. مشروعي هذا من 11 سنة تقريباً، من سنة 2009. أنا اسمي فاطمة سعادة أم سامر، عندي مشروعي الخاص فيي. عملت التغيير في حياتي كلياتها، يعني لولا وقفة أولادي وزوجي معاي ما وصلت لهي، كلهم دائماً موقفين معاي.